بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا في المحاضرة الأولى حقت الميديستاينوم والبيريكارديال ساينسس. وصلنا لمنطقة كتير بتعمل إشكالية في الفهم عند الطلاب والطالبات، وهي موضوع البيريكارديال ساينسس. أول حاجة نبغى نعرف يعني إيش ساينس. ساينس هنا يعني بوكيت، يعني إيه؟ يعني جيب. إذن كلمة ساينس يعني بوكيتس، يعني جيوب، منطقة جيب وبتتعبى سائل. هذه كده بالعامية، هذه معناتها بيريكارديال ساينسس. فيجي الراديولوجيست يعمل التراساوند للقلب، يلاقي المنطقة دي فيها سائل، فممكن يفكر انه في نزيف او شيء. هو مش نزيف، هو دي طبيعي، ده طبيعي. جيوب من السيروس بيريكارديوم مليانة سائل في مناطق معينة في القلب، وطبيعي انه يكون فيها سائل، لكن هم يشكل عليهم يفكروه بلاد لو ما كان يعني عارف الموضوع ده. فالبيريكارديال ساينسس او البوكيتس هي عبارة عن بوكيتس من السيروس بيريكارديوم موجودة في القلب ومليئة بالسائل اللي هو البيريكارديال فلويد، اللي هو السيروس فلويد اللي موجود في البيريكارديال كافيتي. تعالوا نتعرف على أماكنها وأشكالها ووجودها في القلب بشكل عام، وحنشوف كمان أظن في النهاية ألتراساوند حيوريكي أماكنها. في عندنا نوعين من البيريكارديال ساينسس، واحد اسمه ترانسفيرس ساينس، واحد اسمه أوبليك ساينس. مثلا هنا نجي behind the pulmonary trunk والascending aorta، هنلاقي فراغ. الفراغ هذا بيكون فيه هو transverse sinus مثلا، هذا شكله كده عبارة عن فراغ، والفراغ هذا فيه سائل. ونجي هنا ورا left atrium هنلاقي sinus، بنسمي sinus oblique sinus of the pericardium، عبارة عن مكان زي المخدة كده مليانة سائل نايم عليها left atrium. إذن هو عبارة عن مكان، إذن كلمة ساينس عبارة عن مكان أو جيب. لكن أفهموا معايا كويس، هنشوف أول شيء البيريكارديال ساينسس هي تعريفها هو عبارة عن recesses or pockets of serous pericardium filled with pericardial fluid. إذن هي عبارة عن جيوب من السيروس بيريكارديوم، وإحنا قلنا السيروس بيريكارديوم بنوعينه اللي هي البرايتال لير and visceral layer. يا ترى why formed هذه البوكتس؟ ليش تكونت هذه الجيوب؟ They are created because of the reflection of visceral layer of serous pericardium around great vessels of the heart to form parietal layer lining the fibrous pericardium. تعالوا نرجع بالشريحة هذه شوية على وراء عشان أوريكم ليش تكونت هذه الجيوب. تتذكروا هنا لما قلنا إنه هذه الفيسرال بيريكارديوم اللي مغطية القلب، وبعدين بتيجي على الجريت فيزلز، ما هو غصبا عنها لقيت الجريت فيزلز طالعة وخارجة من القلب، فراحت مشيت شوية على الروت اوف ذا جريت بلود فيزلز، ما عجبها الحال، راحت عملت ريفليكشن عشان تبطن، عشان تبطن الفايبرس بيريكارديوم. عملية الريفليكشن على الجريت بلود فيزلز دي خلقت الجيوب هذه، خلقت مناطق فيها جيوب، والجيوب بتكون مليانة بالسيروس فلويد. ليه؟ لأن هي عبارة عن سيروس كافيتي. إحنا ما حنشوفها هنا طبعا، حنشوفها في لما نوصل لها، بس أنا هنا بقول لكم ليش أتكونت عندنا البوكتس أو الساينسس هذه، ليش أتكونت عندنا البوكتس والساينسس هذه. إذن بسبب الرفليكشن of visceral layer of serous pericardium around the great vessels of the heart عشان تكون البرايتال layer lining the fibrous pericardium. ما هو نفس الحال، إحنا قلنا الكلام ده قبل كده. تعالوا نتعرف على أول مكان فيهم وهو transverse sinus. إذن كلمة sinus يعني pocket، يعني جيب، يعني مكان. transverse sinus فين مكانه؟ It is a recess behind ascending aorta and pulmonary trunk. شوفوا الرجال هذا كيف حاطط اصبعه
وفعلا انت لما تكون في المشرحة هتتمكن من انك تحط الاندكس فينجر behind the ascending aorta and pulmonary trunk بهذه الطريقة. طبعا هذا الاسندنج اورتا وهذا الارش وهذا اللي هو البولمونري ترانك بنقسم لرايت برانش وليفت برانش. اذا انا ساتمكن من وضع الاندكس فينجر behind the ascending aorta and pulmonary trunk واقول هنا مكان الترانسفيرس ساينس، هنا كان مكان الترانسفيرس ساينس. اوكي، هنا كان مكان الترانسفيرس ساينس، لاني انا ما حقدر اشوفها طالما انا خرجت القلب من وسط البيريكارديوم من وسط الفايبرس بيريكارديوم. اذا ما عمره حيتم التقاء البرايتال والفيسرال، لانه انا عشان اعمل السيروس كافيتي لازم يلتقي البرايتال والفيسرال. طب الفيسرال موجودة على القلب، لكن البرايتال بتبطن الفايبرس بيريكارديوم، فإذا أنا شلت الفايبرس بيريكارديوم برا معناته خلاص أنا كده إيه ما حشوف الكافيتي، ما حشوف الكافيتي اللي موجود. لكن ممكن تتخيلوا ولو أنا ماسكة هارت بدون بيريكارديوم، أجي أحط إصبعي وأقول هنا كان مكان الترانسفير ساينس، لكن هو حالياً ما حتلاقوه، حتلاقوا فقط الفراغ، لكن ما حتلاقوا الجيب إلا معبى بالسائل، لأنه خلاص أنا شلت الفايبرس بيريكارديوم. بمعنى آخر شلت البرايتل بيريكارديوم، أوكي، اللي بيبطن الفايبرس بيريكارديوم، فبالتالي ما حقدر أشوف الكافيتي. إذن في الليفينج سبجكت والقلب مكانه في داخل البيريكارديوم محوط مقفل، حقدر أشوف الساينس بالسائل اللي فيه عن طريق الألتراساوند فقط، لكن في المشرحة ما حقدر أشوف غير المكان، فأحط إصبعي وأقول هنا كان الترانسفير ساينس موجود. So it has a horizontal passage. Horizontal passage between the two pericardial tubes اللي احنا شرحناها أول، اللي هي الأرتيريال تيوب اللي بتغلف الأسندنج أورتا والبولمونري ترانك، والفينس تيوب أو الفينس شيت اللي بتغلف الأربعة بولمونري فينز مع السوبيريور فينا كيفا مع الإنفيريور فينا كيفا. هذا إذن هي horizontal passage، جاي بشكل horizontally. والآن لما نعرف لما أعرف الهارت هعرف كيف أميز البوردرز والسيرفيسز والأجزاء حقت القلب مرة كويس، بحيث إن أنا لو شفت قلب كده جالس لوحده يعني مرمي كده أقدر أفسر، أقدر أقول أوكي فين الأنتيرو فين البوستيرو فين الإنفيرو. لو أنا فاهمة ده حقدر أفصفص القلب كده زي لما كنا نفصفص العضلات، يعني تعاملي مع القلب على إنه عضلة. فهو حاطت الآن horizontal passage، حاطت إصبعه بين الـ two pericardial tubes اللي هي الفينس والأرتيريال. فإحنا لو فرضنا هذه الأرتيريال تيوب هنا مغلفة، طبعا حتكون هنا الأرتيريال تيوب متغلفة اللي هي الأسندنج أورتا والبولمونري ترانك، حقدام إصبعه يبقى حيكون وراء إصبعه الفينس تيوب اللي هي السوبيريور فينا كيفا وانفيريور فينا كيفا والفور بولمونري ترانك. اذا انا حطيت اصبعي في هذا المكان معناته انا هنا في الترانسفير ساينس، يبقى قدام اصبعه ايه الرجل ده، ورا اصبعه حاجه تاني. تعالوا نشوف الباوندريز اوف ترانسفير ساينس عشان نتخيله ونحطه كده في مخنا مظبوط، ولما نوصل ان شاء الله خامس وسادس ونحضر درس التراساوند للهارت ويجي الدكتور يسالنا What do you know about transverse sinus? What do you know about oblique sinus of the heart? ساعتها تقدر تجاوب. تعالوا نشوف الباوندريز. هنقول anteriorly هيكون عندك البولمونري ترانك بالإضافة للأسندنج أورتا. وأنا قلت الكلام ده، وأنا قلت الكلام ده قدام أصبعي إيه؟ قدام أصبعي إيه؟ لو أنا حط أصبعي في الفراغ ده هيكون الأسندنج أورتا والبولمونري ترانك. Excellent. طيب posteriorly لأصبعي، posterior ورا أصبع هيكون إيه؟ هيكون superior vena cava، وده جزء من الإيه؟ جزء من ال venous sheet، ال venous sheet اللي بتغلف ال veins، وحيكون كمان upper part of the two atria، upper part of the two atria اللي هم عاملين ال base of the heart اللي هي إيه؟ اللي هي right atrium وال left atrium جزء منه، أوكي؟ في الغالب أكبر شيء الليفت أتريم. إذن posteriorly upper part of the two atria.
طيب فوق أصبع الرجل هذا إيش فيه؟ شايف البرانش ده؟ This is right pulmonary artery. Right pulmonary artery. So above right pulmonary artery and below two atria, mainly the left. إذن كان بيقول لك above upper part of posteriorly the upper part of the two atria. هو فعلا التو أتريا من ورا أكتر شيء، لكن below التو أتريا mainly اللفت أتريم. ليه؟ لأنه اللفت أتريم هو اللي عامل البيز of the heart mainly، هو اللي عامل البيز of the heart mainly، فبنقول the two أتريا mainly the left. طيب وكان بيوز to pass ligature during heart surgery، في عمليات الجراحة ممكن نمرر فيه ligature هنا بحيث انه يعني يربط حاجة او يمسك حاجة، لانه يعتبر فرع، يعتبر فرع. اوكي، اذا انا فكيت الهارت وطلعته من البيريكارديوم خلاص السائل ده حي يعني ممكن يتشال، خلاص ما يصير في سائل فيترك فرع. تعالوا شوفوا المنظر الرائع ده واللي بيفسر كلامي في الايه في الشرح الاول السلايد الاولى. اعيد واكرر هنا هارت ريموفد، heart removed. فحاجي أقول هنا الايه اللي هو الاسينج أورطة، وده اللي هو البولمونري ترونك، وده هذا الايه الارتيريال شيت. أمال فين الفينس شيت؟ أهي 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 اللي هي السوبيريو فينا كيفا انفيريو فينا كيفا والفور بولمونري فينز، اتنين رايت واتنين ليفت. حاجي أحط أصبعي في المكان ده، أنا حاطة أصبعي شافة في باسج، في جيب مغلق، هو لازم يكون مغلق هنا اهو، مقفل من هنا اهو، شايفه بلايند. اجي احط اصبعي كده، طبعا هنا حاطط لك ان هي ايه تمر، هي ممكن تمر، هي ممكن تمر لو انا يعني مررتها من هنا ممكن تمر، بس هو المفروض انها تكون بوكيت جيب. اوكي، بس ممكن لو حطيت مثلا مقص او حطيت حاجه ممكن امرر تعدي. شوف القطع، شوف القطع من فين، شايفه هو قاطع من فين؟ قاطع كده، قاطع من كده، فبيقول لك انه هذه الطرف هذا اللي انت شفته هذا الفايبرس بيريكارديوم، شوفي فهو جاء قطع الفايبرس بيريكارديوم. فانت تخيلي لو الفايبرس بيريكارديوم هذا موجود ومغطي المنطقه دي، وهنا حيجيكي اللي هو الفيسرال بيريكارديوم. طيب ما دام هنا في فايبرس بيريكارديوم يبقى مبطن بالبرايتال بيريكارديوم، واي منطقه هتلتقي فيها البرايتال مع الفيسرال هيكون بينهم بيريكارديال كافيتي فيلد وذ بيريكارديال فلويد. اذا هذا الجيب اهو اللي موجود ما بين الارتيريال شيت وما بين الفينس شيت، وقلنا ايش هي الارتيريال شيت وايش هي الفينس شيت او فيسرال بيريكارديوم، وبينهم هيكون السبيس او البوكيت هذا اللي سميناه transverse sinus of the heart، وموجود داخله ايه؟ موجود داخله serous fluid or pericardial fluid. عظيم. نيجي هنا شوفي برضو نفس الشيء اهو بيوريك ده، شوفي مغلق من هنا، شايفه مغلق، فده عامل زي الجيب، زي الجيب. كل الصور، كل الصور اللي بتشوفوها يا جماعه هي شايلين الفايبرس بيريكارديوم، فبالتالي شروط تحقيق السيروس كافيتي ما تكونت هنا، لانه انا عشان اكون اي سيروس كافيتي لابد يكون فيه برايتال لير مقابله للفيسرال لير، وعمره البرايتال لير ما تقابل الفيسرال لير الا اذا كان البيريكارديوم انتاكت، لانه فين البرايتال لير؟ هي ما هي مشعلقه كده، هي مبطنه الفايبرس بيريكارديوم، هي مبطنه الفايبرس بيريكارديوم. فأنا لما أجي أشوف الفايبرس ميريكارديوم أقلبه كده من جوا ألاقيه بيلمع، ومن برا خشن. اللمعة هذه اللي فيه من جوا سببها تطينته من جوا بالبرايتال بيريكارديوم. هذه هنا posterior view of the adult heart cut from great vessels. بيقول لك إن هو عمل cut of great vessels where visceral pericardium reflected to parietal pericardium. شوف هنا بيقول لك visceral pericardium reflected على ال parietal pericardium في حالة وجود طبعا الفايبرس pericardium. احنا كده طورنا مرة في هذا الفيديو، هنكمل في فيديو تاني. السلام عليكم.